السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات. نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد نتحدث فيه عن مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم وآثاره. كان من عادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسمية دوابه وسلاحه وأيضا متاعه، فكان اسم رايته العقاب، واسم سيفه الذي يشهد به الحروب ذو الفقار، وكان له سيف غيره مثل الرسوب وأيضا القليب، وكانت قبضة سيف محلاة بالفضة، وكان اسم قوسه الكتوم، أما اسم ناقته فهي القصواء. يوجد غرفة تحوي على بردة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليوم في زمننا هذا، توجد في متحف الباب العالي في تركيا. وأيضا كان هناك قطار سمي بقطار الأمانات المقدسة، وهو الذي حمل آثار للنبي صلى الله عليه وسلم لتركيا أثناء الحرب العالمية الأولى. نعود إلى موضوعنا الآن، وهي أسماء وهي عفوا مقتنياته وآثاره صلى الله عليه وسلم. فبغلته كان اسمها دلدل، واسم حماره يعفور، واسم شاته التي يشرب لبنها كان اسمها عينة، وكان له مطهرة من فخار يتوضأ فيها ويشرب أيضا منها، فيرسل الناس أولادهم الصغار فيدخلون عليه، فإذا وجدوا في المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا على وجوههم وأجسادهم ويبتغون بذلك البركة. وقد احتفظ المسلمون ببعض هذه المقتنيات عبر التاريخ، فكانت في مصر في مسجد أثر النبي في جنوب القاهرة، وقد ظلت هناك حتى وقت الفتح العثماني عام 1517 ميلاديا تحديدا، ذلك حين دخل القاهرة السلطان العثماني سليم الأول، فأخذ معه كل آثار النبي إلى إسطنبول، وبقيت هناك محفوظة إلى الآن في متحف الباب العالي. يوجد أيضا رسم يبين شكل نعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما رجحه الإمام المقري في كتابه فتح المتعال في مدح النعال. أما ما يتعلق بالمشاهد والآثار في المدينة المنورة ومكة، فقد قام المسلمون بالحفاظ عليها إلى وقت ظهور الحركة الوهابية في نجد في عصر الخلافة العثمانية، إذ أقدمت الوهابية بعد سيطرتها على الحجاز على هدم معظم الآثار النبوية بدعوى خوف الشرك وسدا للذريعة، ما جعل كثيرا من علماء السنة والشيعة ينادون بضرورة المحافظة على ما تبقى منها وعدم السماح بهدمها. من هذه الآثار التي هدمت مسجد بني قريظة الذي صلى فيه محمد صلى الله عليه وسلم أثناء حصار بني قريظة، وأيضا مسجد أبي بكر الصديق الذي رابط عنده أبو بكر أثناء غزوة الخندق، ومكان ولادة النبي محمد، ومكان عيشه في مكة وبستان الصحابي سلمان الفارسي، حيث كانت هناك نخلة غرسها محمد صلى الله عليه وسلم، وبيت الصحابي أبو أيوب الأنصاري أيضا، وأيضا بئر العين الزرقاء، وأيضا بئر أريس التي كانت مشهورة ببئر الخاتم، وأيضا بئر حاء. انتهت حلقة اليوم، أتمنى أن تكون أفادتكم ونالت إعجابكم. انتظروني في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا بإذن الله تعالى. كان معكم الفقير إلى الله المهندس أشرف أسامة من قناته المتواضعة على اليوتيوب.